نتبع اذا انتهت الصفه بحرف صحيح نفس القواعد قلت لك، واحد مسبوق بحرف الا واحد، نكرر الاخير ونضيف اي اس تي. مثلا بيج بيجست، ريد ريدست، هوت هوتس، فات فاتست، ساد سادست. لاحظ ما سوينا شيء، فقط نفس القاعده. با اذا كانت الصفه منتهيه بحرف اي فقط نضيف اس تي، هناك اذا منتهيه باي نضيف فقط ار، هنا نضيف اس تي. مثل نايس نايس. زين الساد يمتى نضيفها؟ شلون نضيف هالشيء يريد من عندي؟ مثلا يقول لك ساد صارت سادست، ليت شو تصير؟ انت مو تروح تضيف لها اي اس تي، هي منتهيه باي فقط تضيف لها اس تي، ليتس. تمام؟ تمام. اما الحاله الثالثه اللي اخذناها اذا انتهت بواي نقلبها ايضا الى اي ونضيف شني؟ اي اس تي. مثل لوفلي لوفليست، لوكي لوكيست، ديرتي ديرتيز. تمام طلابنا؟ وهكذا الباقيات. شفت شلون بسيطات؟ نفس اللي قبلين بس خليتك اياهن على مود يرسخن بدماغك. يلا نشوف اللي بعدها ثانيا. زين هسه اذا انتهت بحرف صحيح، يعني اذا كانت مقطع واحد عرفنا نضيف لها اي اس تي. اما اذا كانت الصفه اكثر من مقطع واحد نسبقها بكلمه مور لو موست. لا استاذ هنا نضيف لها موست، عاشت ايديكم. مثل ديليشيس موست ديليشيس. لاحظ يلا ناخذ الباقيات. اما الصفات الشاذة هنا جود تصير بيست، باد وورست، فار فارذست، ماتش موست، ماني موست، فيو ليست، ليتل ليست. لاحظت هنا الشاذات، الشاذات احفظ ليهن بالاثنين هناك وهنا. هناك جود تصير بيتر، هنا جود تصير بيست. تمام. أمثلة وزارية نفس الحالة. زين هنا شلون نعرف نختار إذا ما لقينا سوبرلاتيف؟ هناك يقول لي كومباراتيف أضيف لها إي آر، إذا قال لي سوبرلاتيف أما أضيف لها إي إس تي أو موست. زين أستاذ نسيت هناك كلمة سوبرلاتيف، شلقة تبقى قبل الفراغ ذا. مثلا تشيب شو تصير؟ أباوت ذا تشيبست. شوف ضفت لها إي إس تي ذا، ألقى ذا ما ألقى بعد الفراغ ذان. لاحظ الذان اختفت بالسوبرلاتيف، اما بالسوبرلاتيف ظهرت عدة ذا ذا. لاحظ خليها ببالك. مثلا existing لاحظ قايل لي سوبرلاتيف وعندي قبل الفراغ ذا، شو اخلي لها؟ most existing. ليش؟ اكثر من مقطع. هذا الاي واحد هو الاكس والسي، الاي والتي واثنين، والاي انجي هاي بعد هي بكيف ثلاثة. لونج مقطع واحد، شو اقول؟ لونجست. تمام. ليش؟ لان طالب من عندي سوبرلاتيف، وسوبرلاتيف معناها اضيف لها اي اس تي او موست. تمام تمام.